أما في هذا اللقاء الطيب المبارك سوف نتكلم عن حق الولد على أبيه، نعم سوف نتكلم عن حقوق الأبناء، عن حقوق الأولاد، لأن الأولاد نعمة امتن الله تبارك وتعالى بها على عباده، وتكون حقيقة هذه النعمة عندما يقوم الوالدان، عندما يقوم الوالدان بحقها وفق منهج الله تبارك وتعالى. فيقول الله سبحانه وتعالى عن عباده الأخيار: والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. وعلينا أن نعلم أن حقوق الأبناء مقدمة إلى حكمين: الحكم الأول قبل وجوده، قبل ولادته، أما الحكم الثاني بعد ولادته. فالله تبارك وتعالى حمل الوالدان مسؤولية الولد قبل وجوده، وحمل الله تبارك وتعالى كذلك الوالدان مسؤولية الولد بعد وجوده. قائل يقول: فأجل يسأل، الله تبارك وتعالى حمل الوالدان مسؤولية الولد قبل وجوده، نعم قبل وجوده، وتكون هذه المسؤولية باختيار الزوج والزوجة. لا بد من حسن الاختيار، يجب على الزوج أن يختار زوجة صالحة مؤمنة تحفظ ولا تضيع، وكذلك على الزوجة أن تختار زوجا صالحا مؤمنا يحفظ ولا يضيع، لأن الاختيار يا أخوة الإسلام إنما هو حق من حقوق الأبناء. حكم الاختيار هذا يعتبر حق من حقوق الأبناء. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: تنفق المرأة يا رب لجمالها ولمالها ولنفقها ولدينها، فاصبر بذات الدين خلفت يداك. وعلى الزوجة كذلك أن تختار زوجا ترضى دينه وخلقه كما أمره النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا ما أنفى الزوج الاختيار واختار زوجة لجمالها أو لمالها أو لحسبها ونسبها ونسبها حقوق الأولاد، فإن الله تبارك وتعالى سائله يوم القيامة، والله سبحانه وتعالى سوف يسأل وسوف يحمله الوزر والإثم ويحاسب على ذلك بما يترتب على ذلك من تضييع حقوق الأولاد. والعكس هو صحيح، فإذا ما أفادت الزوجة الاختيار واختارت زوجا لجماله، لشبابه، لماله، لبيته، لسيارته، لعائلته وإلى غير ذلك، وعلمت أن هذا الزوج لن يكون زوجا صالحا لأولادها، الله تبارك وتعالى سأليها عن ذلك يوم القيامة، وسوف يحاسبها وتأثم في ذلك، نعم تأثم بما يترتب على ذلك من ضياع حقوق الأولاد. يا أخوة الإسلام، قاعدة ثانية: إذا طاب الأصل طاب الفرع. إذا طاب الأصل طاب الفرع، كما قال الله تبارك وتعالى: ذرية من بعضها من بعض. كذا قول الله تبارك وتعالى: ذرية بعضها من بعض. فلا بد من حسن الاختيار، لا بد من حسن الاختيار. هناك مسألة مهمة إذا لا بد من أن نعلمها: إذا الزوجة ابتليت بزوج مقصر فعليها ألا تجوز، فعليها مقصر في تربية أولادها، في تربية الأولاد، فعليها ألا تجوز، وعليها أن تصبر وتهتم بنصرتها وأن ترعى أولادها، وعليها تعلم علم اليقين أن الله تبارك وتعالى يخرج الخير من الميت، أن الله تبارك وتعالى يخرج الحي من الميت، كما أخرج الله تبارك وتعالى عكرمة رضي الله تبارك وتعالى عنه من عدو هذه الأمة بشهر، فكان قائدا من قوات المسلمين، قائدا من قاداتهم، بل من خيار صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم.
من نوح عليه السلام، فإذا طاب الأرض طاب الفرع، كان في خارج. فالله تبارك وتعالى يقول ذرية بعضها من بعض. فلا بد من اختيار الزوجة الصالحة، ولا بد من الزوجة كذلك المرأة أن تختار زوجا صالحا. لكن يفعل كثير من الشباب والشابات في رجل يريد أن يتزوج في امرأته، فيأتي بها من الشارع والعياذ بالله، يأتي بها من المقاهي، يأتي بها من النوافل الليلية، ثم يقول الإسلام أباح الزواج من الكتابيات، وهذه هي الكتابية، وأتى بها من المقاهي ومن النوافل الليلية، يريدها أما لأطفاله، أما لأولاده، أي شيء يشقى على ذلك. أو يقول أريد أن أربيها تربية إسلامية، أو أصلا هو في حاجة أن يسلم، هو في حاجة أن من يعلمه الإسلام، فآخر الشيء لا يعطيه، من لم يملك النظام كيف يفكيه، والعكس هو صحيح، ففي فتاة أو بنت تتزوج بشاب تريد أن يسلم، تريد أن يسلم بأي طريقة من الطرق، من أين أتت به؟ من أين تعرفت عليه؟ الله تبارك وتعالى أعلم. المهم تريد أن يسلم، هي بحاجة سلم، هي بحاجة سلم من يعلمها الإسلام، هي بحاجة سلم من يربيها على الإسلام. تريد من هذا الرجل أن يكون رجلاً صالحاً في تربية أولادها كما قلنا آنفاً، فأخذ الشيء هذا حق. وهناك حق آخر، إذا ما كتب الله تبارك وتعالى ولادة الولد، إذا ما كتب الله تبارك وتعالى ولادة الولد، وأتى هذا الوقت وأتت هذه النعمة العظيمة، فمن حقه ومن حق الوالد فمن حق الولد على والده أن يسميه اسما يرضى الله تبارك وتعالى، أن يسميه باسم يحبه الله يرضاه الله سبحانه وتعالى. يا أخوة الإسلام، إن الأسماء تبعث الهمم، إن الأسماء تبعث الهمم لنا في ذلك في النبي صلى الله عليه وسلم قوة حسنة، قوة حسنة. وقف النبي صلى الله عليه وسلم أمام الناس يوما وقال: يا أيها الناس، إن ليلة ولد لي ولد وقد سميت إبراهيم على اسم أبي. إبراهيم أبو الأنبياء عليه وعلى نبينا وجميع الأنبياء أفضل الصلاة وأتم التسليم. لنا في ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قدوة حسنة، لأن يسميه باسم لم ينزل الله تبارك وتعالى به من سلطان، أو باسم محرم والعياذ بالله، أو يسميه باسم لا تستطيع أن تميز هذا الولد بهذا الاسم أهو مسلم أم غير مسلم، كما يفعل الكثير. فيا أخوة الإسلام، لا بد أن تسمي طفلك وابنك، هذا من حقه عليك بأحق وبأفضل وبأحسن الأسماء التي يحبها الله تبارك وتعالى ويرضاها النبي صلى الله عليه وسلم، وأن هذه التسمية هي حق للوالد. إذا ما تنازع الوالد والوالدة عن تسمية الولد، فأقولها من الناحية الشرعية، التسمية هي حق للوالد، ولكن إذا الأم سمت ابنتها أو ابنها بالاتفاق أو إذا اصطلحا على ذلك فلا حرج فيه، ولكن للأسف كم من أناس تخلوا عن أسماء، لا يعجبه، لا يعجبه اسم أحمد، اسم أحمد يشعر المجتمع من حوله أنه مؤمن، هذه مصيبة، لا بد أن يكون انفتاحي، لا بد أن يكون حضاري، لا بد له أن يشعر المجتمع الإسرائيلي أن هو مع تعدد الثقافات وإلى غير ذلك، وأن الإسلام ليس هو دين تعصب،
ثم احنا لا يعجزه بل يعجزه اسم مريم. اي مستوى الى اي مستوى وصلت هذه الامه والعياذ بالله؟ اللي اعلم علما يقين ان هناك بعض الناس لا يعجزه من هذا الكلام. فلا اي استثناء والى غير ذلك. لا يعجزه اسم محمد. اسم محمد هذا المعتبر اسم ارهابي. اذا كان اسم محمد يشار اليه بالبنان على ان هذا مسلم وهذه مصيبه بحد ذاتها، ماذا يعجبه؟ اسم ماجد. هذا يعجبه هذا اسم جيد، وهذا اسم الحضاريه تماشى مع الحضاره الغربيه وانه غير متعصب وانه منفتح، وان اذا علم انه مسلم هذه كارثه. يا ولد الاسلام اين الاعتزاز بدينا؟ أين الاعتزاز بإسلامنا وبشريعتنا بل بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم؟ لا يعجبها اسم خديجة، اسم خديجة اسم رفيع اسم خطير بين رفقائنا وبين غير ذلك، لكن يعجبها أي أمة الإيمان؟ أين كنا؟ وأين أصبحنا؟ يا أهل الإسلام، ومن حق الولد على والديه أن يعرف عنه، أن يذبح عقيقة لهذا الولد، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل غلام مركان بعقيقته تذبح عنه يوم السابع ويلحق يعني رأسه ويسمى، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن قف عند قول النبي صلى الله عليه وسلم مرتهن، كل غلام مرتهن، ما معنى مرتهن؟ مرهون، رهينه، لا بد من فك هذا الرهن. اذا كان بيتك مرهون، هذا البيت مرهون، البيت الذي تعيش فيه مرهون، والأرض التي تملكها مرهونة، وهذه السيارة مرهونة، ألا تريد فك هذا الرهن؟ والله تسعى جاهدا بأي طريقة من الطرق بل تستبين في ذلك حتى تفك هذا الرهن. فبلد مرهون لا بد من فكرة أن تفك هذا الرهن. كم من أبناء المسلمين هم فرد الرحية وهي قصة من قال بوجودها، هذا الحديث قصة من قال بوجوب العقيقة. نعم، لا بد أن تفك هذا الرحم. أضف إلى ذلك يذكر عن الغلام شاتان وعن جاغرة البنت شافان، قسمة الله تبارك وتعالى للذكر مثل حظ الأنثيين، هذه قسمة الله تبارك وتعالى. وإن ذبح أو عصى في شاة للغلام وشاة للبنت فهذا لا يكفي. النبي صلى الله عليه وسلم عصى ذبح للحكم والحسين كبشا كما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا أخوة الإسلام، هناك حقوق كثيرة لا بد من الوقوف عليها ولا بد من الكلام بها، حقوق مهمة جدا لا بد أن يعلمها الآباء والأمهات، ولكن لضيق الوقت نتوقف هنا ولنا كلام مهم حول هذا الموضوع لما يترتب على ذلك أمور مهمة على أبنائنا وتربيتهم. أتى رجل مع ولده إلى عمر بن الخطاب رضي الله تبارك وتعالى عنه، هذا الوالد يدفع عقوق ابنه، تبايع عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه امير المؤمنين سلام الولد وسلام الوالد، فقال للوالد: لقد عقدت ابنك قبل ان يعقد، انت العاق ايها الوالد، انت العاق، عقدت الولد ولدك قبل ان يعقد. فهناك امور لا بد من الوقوف عليها والكلام بها، ولا تكتفي بهذا القدر، ولا لقاء القادم بمشيئة الله سبحانه وتعالى. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم.